قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن العالم العربي يعيش تحديات معقدة، وخلال مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، أضاف بوريطة أنه تم الاتفاق على مقاربة لتحرك عربي منسق تجاه جميع القضايا، ومن أهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. في إطار هذا الاجتماع الوزاري تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي تم إعدادها من قبل اجتماع المندوبين، واللي كتهم أولا وقبل كل شيء قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، وكان مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها، وأكثر من ذلك ما تم الاتفاق عليه كذلك هو مقاربة عملية لتحرك عربي منسق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وأمام الاعتداءات المتواصلة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بالتالي هذا إذا كان تم اعتماد القرارات فكذلك تم التأكيد على ضرورة تنسيق التحرك العربي إزاء كل الفاعلين الدوليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.